من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر إلى يوم القيامة. ومعنى أنه مستمر أن يكون صدقة جارية حتى بعد وفاة الإنسان الذي غرسه زرعا. في أكبر وقف خيري في العالم انتهينا من رحلة الألف فدان، مين هيسبق بالتبرع في رحلة التمن تلاف فدان؟ مؤسسة نبض الحياة هدفها الأساسي خدمة المجتمع، نسأل الله لهم التوفيق. للتبرع لأنشطة مؤسسة نبض الحياة اتصل على 15 740.